عموما هنشوف ايه اللي هيحصل ماشي. خلال، لكن احنا دايما بنتكلم زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، دايما احنا دايما بنتكلم بالشكل اللي لو في المثالي مشكله، لا لو في بنتمنى. مشكله بنقول كذا 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 كذا، وحضراتكم قلتوا الكلام ده من مش لا، النهارده. وبنتمنى الشكل الافضل. يعني احنا حتى لما بنقول ملاحظات، الملاحظات دي الهدف منها ايه؟ الشكل الافضل ان انت تطلع افضل منتج تطبيق الامور بالظبط اللي رابطه الانديه قالت. وعلى فكره بقى، انا مش مع برضو ان انا كل المسابقات انا بعملها عشان بس اخدم على المنتخب. لا معلش، المنتخب له مسار، وكلنا يهمنا ان المنتخب يوصل ويشارك مزبوط. وياخد كاس العالم، مش يشارك في كاس العالم بس، لكن لازم يبقى عندك مسابقه برضو. المسابقه دي، ما هي المسابقه دي اللي بتطلع لك المنتخب، هي اللي بتطلع لك المنتخب، صح. وهي اللي بتعمل لك حاجه اسمها الكره المصريه اصلا، صح. فما ينفعش ان احنا ايه يا استاذ محمود نخلي مسار واحد كلنا بنعمل عشان نلعب ماتشات. هو استاذ محمود هنا وجهه نظره لا ان صح هو صح ان هو السنه دي بس عشان ايه الانديه تاخد نفس. احنا على طول، احنا على طول دايما يبقى كلامنا على اساس ان احنا بنعمل المسابقات دي مش مش السنه دي، على طول ان احنا بنحط اللعيبه دي في المفرمه. طب ما انت شفت نتيجه الارهاق، طبعا اللعيبه طلعت عامله ازاي، مراهقه برضو مع المنتخب. يعني اقصد ده، انت تاخد سؤال يا ريس، وتاخد سؤال تقول لي بقى دور الثمانيه في كاس مصر هتلعب امتى والسيمي فاينل؟ لا خلاص ده انسى، لا تقول لي حضرتك بس عشان انا غريبه جدا، ممكن انا راجل ايه على قدي وعلى فكره. لا ازاي، ما انا عاوز افهم برضو، بس اللي انا عاوز اقوله لك ما تحاولش هتتعب. لا لا انا عاوز اقول لحضرتك، والله لو حاولت عاوز اقول لحضرتك يعني احنا ما بنلعبش الدوري، الناس نسيت بتتكلم انت كاس مصر. ما انا بسالك، ما هي بطوله لسه ما خلصتش، فانا بتكلم على كده يعني. خلينا خلي الانديه، واضح ان هيحصل تضحيات في حاجات معينه. وليه بتفكروا من دلوقتي؟ مختلف معاه، بس انا بكلمك بقول لك ايه، ماشي الكلام ده على عيني وعلى راسي. هل تقدر انت تيجي تقول للانديه مثلا والله يا جماعه معلش احنا قررنا المفروض من دلوقتي قررنا مثلا والله مسابقه الكاس هنكملها بدون اللعيبه الدوليه؟ اقول لك لا اسف. ممكن اسالك سؤال؟ اللي بدانا عليها ننتهي عليه. ممكن اسالك سؤال برضه يا استاذ محمود؟ طيب مسابقه 99 حصل فيها ايه؟ ولا لا بالسلامه. ما هو لا، ما تتدافع الموضوع، الدافع. انا بكلمك على مسابقه 99 حصل فيها ايه؟ النادي الاهلي يبحث عن حقوقه طبعا فيها لغايه الاخر وهيفضل لغايه الاخر. انا اعتقد ان الاهلي هو اللي الاهلي هو اللي هيجيب اخر القصه دي، الاهلي هو اللي هيجيب اخر القصه دي، لان ما نعلمه من اداره النادي الاهلي انها راح وراه طبقا للقواعد انها هتروح الاول هنا داخليا. ايوه، هي فين يعني بمناسبه يعني كاس مصر؟ مش عايزين يردوا.